عن الثيرويد جلاند اتفقنا ان الانجريشن بتاعها بيحصل في 3 بوينت رئيسية اللي هم ايه حاجه 3 بوينت رئيسية بتنظم الليفل بتاع الثيرويد. انت زي ما انت بالظبط. ايوه الانجريشن بتاع الثيرويد هرمونز بيحصل ازاي؟ وهرمون اسمه تي ار اتش بيطلع من الهايبوثالاموس، وهرمون اسمه تي اس اتش بيطلع من الانتيريور بيتيوتري، وحاجه اسمها نيجاتيف ديفكت. الاكشنز اللي بيعملها الثيرويد هرمونز ايه هم اصلا؟ متخيله لما يجوا عليك بس يا ام ام ليه ميتابوليك اكشنز واكشنز في الجلوف واكشنز على السيستم. ميتابوليك اكشنز ايه هو الميتابوليك اكشنز بتاع الثيرويد؟ ايه؟ غلط. اول حاجه لازم نسمعها كلمه سيلبر ميتابوليك اكشنز، اقوى واحد سيلبر ميتابوليك، وبعدها قول اللي انت عايزه. كلمنا عن بيتر ميتابوليك ايه؟ وثلاثه في كربوهيدرات وليبر. نيجي بقى لموضوعنا بتاع امبارح اللي كان ديستربنس. الديستربنس يحتمل دايما يحتمل هايبو وهايبو. التلاتة ليفلز بتاعت الديستربنس يا اما برايمري يا اما سكندري يا اما تيرشري. يعني ايه يا اسلام؟ البرايمري اللي هو بيبقى السبب فيه التلشري يعني الهايبو ثالامس. هو ليه يا مصطفى الاسباب ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لك هايبو ثيرويدزم في الثيرويد؟ ممكن الثيرويد يبقى اول حاجه مولود بيه اللي هو كونجنتال ممكن ماتيرنال ترانسميتد ممكن يبقى عين بروبي ياتوجينيك كرونيك ايودين ديفيشنسي او كرونيك ثايرويد. العيان اللي عنده هايبوثايرويدزم بيبقى عليه مانيفستيشنز قسمناها لايه؟ جنرال وايه سبيسيفيك؟ ايه جنرال وايه سبيسيفيك؟ ايه هما الجنرال؟ ايه هما الجنرال؟ البيزا الميتابوليك ريت بيبقى قليل وده بيخليه عنده انتولرنس تو كولد ويذر. ايه كمان؟ بيبقى عندهم ديكريز اكتيفيتي اوف اول سيستمز تمام وزياده في البودي ويت. انما الحاجات اللي ايدج سبيسيفيك لو جت يعني لو عيان عنده هايبوثايرويدزم بعد ما عدى الطفولة بيحصل له مرض اسمه ايه؟ اسمه ايه يا عبيد؟ اسمه ايه يا سالم؟ ميكسيديما. ليه تسمي ميكسيديما يا سالم؟ لما في عيانين كتير عندهم اديما. نون بيتنج سببها ترسيب روتين
امال يا الاء لو جه نقص الثايرويد فعيان اثناء الطفوله يبقى اسمها ايه؟ كريتينيزم. بيتميز الكريتينيزم بايه يا سمر؟ مش سامع. ديليد جروث في كل الاسبكتس فيزيكال ومنتال وسكشوال. وايه كمان؟ بيبقى ديسبروبورشنيت. نقصد ايه ديسبروبورشنيت يا يوسف عين الكريتينيزم؟ اي كلام يا محمد. الصوت جروث اكبر من السكيلتال جروث، وده بيخلي العيان بتاعك يبقى جاي يا فاضل عامل ازاي؟ وايد بتزود التان وامبليكال هيرنيا وبلجنج ابدومين. عيان الهايبر ثايرويدزم ايه الحاجات الثايرويد اللي ممكن تعمل له هايبر ثايرويدزم؟ تيومر أكل ثايرويدز أوتوميون ديزيز اسمه جريفز ديزيز تمام. وفي حاجة اسمها سوبر ثايرويديال لو من البيتيوتري أو من الهايبوثالاموس، وحاجة اسمها إكسترا ثايرويديال اللي هي قد تكون إكتوبيك تيشو يطلع ثايرويد هرمون أو لارج دوزز حضرتك بنفسك اديتها للعيان بتاعك تمام. يعني إيه جويتر؟ إسلام انلارجمنت ثايرويد جلاند. خليك واقف بقى. الانلارجمنت ثايرويد جلاند دوت يحتمل اشكال كتيره يا باهي، يعني مش لازم ان عشان الثايرويد جلاند يبقى فيه زياده ممكن يبقى ايه كمان الهايبر ثايرويدزم او هايبر ثايرويدزم. فيزيولوجيكال لو في بريجنسي لا والله احنا كنت ماشي ماشي انا مصدق. ممكن يبقى فيزيولوجيكال. واخر نوع من انواع الجويتر اسمه ايه يا ابو حميد؟ اسمه ايه؟ نودولال جوت. ليك زملكاوي كده؟ ايه اللي يفرق الاهلي عن الزمالك؟ الزمالك انا بكلم عرب بما اكيد احسن من معاه الحظ اكيد جاب لك افضل. لا 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 ايه ده كده بره لا والله فاضيين بره ازيك انت عارف يا دكتور ان في ناس اذكياء وفي ناس ممكن تبقى كده اه جايه يا جدعان انا بعد كده هقعد اعرف عليك يا عم بص يا اسلام انا هقول لك معلومه اسلام واسلام واحمد جمال عشان احنا نقول الفرق ما بين الاهلي والزمالك هو الروح. الاهلاوية عمرنا ما اتكلموا عن الظروف. عمرنا ما اتكلمنا مثلا بنقول ان فريقنا القائمة بتاعتنا 15 لعيب 11 واحد اساسي واربعة قاعدين على الدكة. بنقول ان الحكم ده اهم من الدكتور. بنقول ان الحكم ظلمنا. لكن احنا في الاخر عمرنا ما بننسحب. يعني انا افتكر سنه 97 ما انا عارف هعرفك 2000 ده برضه سنه 97 لما جبنا جون وكانش اوفسايد الزمالكاويه طلعوا من الملعب. وفي سنه 2001 لما اطرد ايمن عبد العزيز في اول خمس دقائق واللي طرده حكم ايطالي مش احنا يعني فهو جعفر المشاوي وهم طالعين من الملعب. هو بص اهو بص اوعى يا مصطفى موضوعنا النهارده كانسل هوميوستيزيس بس فاروق جعفر اهو ليه بقى؟ ليه؟ عشان فاروق جعفر دايما بيتلكك بالظروف. يجي واحد يقول لك ايه؟ انا لا الترم خلص احنا عندنا امتحانات هيستولوجي وامتحانات اناتومي مش عارف اذاكر سبيشال سنس ضاع الحته بتاعت الثايرويد ما لحقتش اذاكرها يا دكتور اصل كان عندنا حاجات ثانيه. هو اللي بيقول كده ده ميوله زملكاوي ده جواه عايش فاروق جعفر تمام. هو عايز فاروق جعفر انت اصلا فاروق جعفر بس عامل نفسك مش فاروق جعفر دكتور. انما الطالب اللي مهما تكون الظروف حواليه ومهما يبقى الدنيا ضغط عليه وعنده امتحانات وبيذاكر لغايه اخر ثانيه هو ده اللي هو احمد متعب. يوم يجيب لك جول في الجزائر في الدقيقه 90، يوم يجيب لك جول ابو تزيكا في الصفاقس 93، يوم يجيب لك جول في الدقيقه 96.
العبره ايه؟ العبره ان انت ما تتكلمش كتير عن الظروف وما تفقدش الامل لغايه اخر وقت وتعمل اللي عليك وخلاص. لما تعمل ده لغايه اخر لحظه اكيد مش هيبقى جواك غريبه قوي. وبعدين الاربعه بتكتب عمال حاجه بتكتب عمال بالعكس. النهارده ابدا اكلمكم عن الموضوع قبل الاخير في الاندوكراين. النهارده عايزين نتكلم على موضوع اسمه الكالسيوم هوميوستاسيس. والسؤال طيب اكيد يا سالم ان انا عايز اشرب. صح يا احمد؟ ممكن اتفرج على الصور كلنا بعد ما نخلص، بس دلوقتي انا هشرح. السؤال اللي هيتبادر الى ذهنك في اللحظه دي، انت عايز تتكلم عن الكالسيوم هوميوستاسيس ليه واحنا بنشرح اندوكراين؟ هو ايه علاقه الكالسيوم هوميوستاسيس بالاندوكراين؟ واجابه السؤال ده هتيجي بعد شويه لما حضرتك تكتشف ان اللي بيحافظ لك على الكالسيوم جوه الجسم ثابت هو مجموعه كبيره واساسيه من الهرمونز. ثلاثة هرمونز هنشرحهم بعد شوية باستفاضة. ولكن قبل ما نروح للحتة بتاعت الهرمونز خلينا نمشي بالتسلسل المنطقي. هو اشمعنى يعني الكالسيوم اللي انتوا اهتميتوا قوي بيه وعمالين تكلمونا عن الكالسيوم هوميوستاسيس؟ هو الأول يعني إيه هوميوستاسيس يا حازم؟ هوميوستاسيس من سنة أولى يعني الإنترنال إنفايرمنت كونسنت. فلما نيجي نتكلم عن الكالسيوم هوميوستاسيس يعني المحافظة على الكالسيوم في جسم حضرتك مظبوط. كالسيوم ايه؟ مظبوط. ليه يعني؟ الأول خليني أقول لك إن الكالسيوم اللي في جسمنا متقسم. والكالسيوم واحد من أكثر الأيونات الموجودة في جسمك. الإنسان اللي وزنه 70 كيلو جرام في جسمه تقريباً 1 كيلو أو 1100 جرام كالسيوم. ده رقم كبير جداً. يعني تخيل غير البروتينز وغير الميه وغير 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 الكالسيوم بقى كايون موجود منه كيلو جرام كامل. ده بالنسبه لل 70 كيلو يعني واحد زي مثلا عنده بتاع كيلو 2 كيلو ولا ربع كالسيوم. انت متخيل كميه الكالسيوم البيوض اللي في جسمك قد ايه؟ متخيلش. طب الكالسيوم دوت متوزع ازاي؟ قال لك 99% من الكالسيوم بتاعك موجودين جوه العظم. بونز والكالسيوم اللي جوه العظم نفسه متقسم يا فضل الى حاجتين. 99% مستقرين في صورة املاح، املاح ثابتة بتشكل جزء من تركيب العظمة. ولان دول يا هاجر 99% فالعلماء بيقولوا عليهم اللارج كالسيوم بول، مجموعة الكالسيوم الكبيرة. ودي مجموعة مستقرة ومن الصعب الحصول عليها. من ايه؟ من الصعب. ولكن كلمة من الصعب اكيد بتعني انه ليس من المستحيل، يعني صعب اخد من دول. في بقى 1% تانيين موجودين مش مستقرين في تركيب العظمة، موجودين في البون فلويد. موجودين فين؟ في البون فلويد، في جوه العظمة بيبقى شوية فلويد صغيرين كده جواهم تركيزات عالية من الكالسيوم. ولكن ان دول يا احمد يا كمال كميه اقل، فدول اسمهم السمول كالسيوم بول. انا بكلم حضراتكم عن ايه دلوقتي؟ انا حاليا بكلم حضراتكم عن الكالسيوم. الكالسيوم بتاعك تقريبا في 70 كيلو جرام، الانسان اللي عنده 70 كيلو جرام عنده قد ايه كالسيوم؟ تقول لي تقريبا عنده 1000 او 1100 جرام كالسيوم. متوزعين ازاي؟ 99% منهم موجودين جوه العظم والاسنان، بونز اند تيث. واللي موجودين جوه البونز اند تيث دول متقسمين تاني.
99% من ال 99% موجودين في صورة لارج كالسيوم بول، ودي املاح مستقره جوه الجسم جوه العظم، ما ينفعش تاخدها الا بصعوبه. وهنشوف بعد شويه يعني ايه بصعوبه. طب كويس. طب ال 1% التانيين موجودين جوه حاجه اسمها البون فلويد. ايه البون فلويد ده؟ ده ميه جوه العظم بتاعنا، ودول بقى سهل ان انت تاخد منهم وتدي. فيقول لك عليهم دول اكستشينجبل. دول ايه؟ يعني ايه اكستشينجبل؟ يعني لو الدم محتاج ياخد من دول بسهوله، انما دول نون اكستشينجبل. لو انت محتاج لا معلش، عشان يطلع لك من ده الموضوع صعب. صعب بس مش مستحيل. طيب الثلاث احمدات يقفوا. حاسس ان انا بشتغل في اولى اعدادي. والله انا لو طلعت مدرس حساب مثلثات ما كنتش هتعرض لان انا بتعرض. احمد توفيق واحمد واحمد اوف كلام واضح. احمد كمال اتفضل يا بيه. انت الجاي دور الجاي دور الجاي. دول 99% من الكالسيوم اللي في جسمك. اكيد انت عايز تسالني هو ال 1% اللي فاضل موجود فين؟ اقول لك ده بقى موجود بره، موجود في الاكسترا سيلولار فلويد بره العظم خالص. وال 1% اللي بره العظم دوت يا فوزيه متقسم هو كمان الى حاجتين. جزء منه اسمه نون ديفيوزبل، يبقى الجزء الثاني اكيد ديفيوزبل. ديفيوزبل ازاي ونون ديفيوزبل ازاي؟ قال لك دول موجودين جوه الدم يا هاجر. الجزء الديفيوزبل واضح ان هو عنده القدره انه يطلع بره الفيزل ويرجع تاني، انما الجزء النون ديفيوزبل ما يقدرش. ما يقدرش ليه يا احمد يا جمال؟ قال لك علشان دول باوند تو بلازما بروتين. وانت عارف من سنه اولى ان الحاجه اللي ممسوكه في بلازما بروتين تتميز بخاصيتين، هي ان اكتف لانها مش حره ممسوكه. طب ايه فايده انت ليه ربطتها يا يوسف اصلا بالبلازما بروتين من سنه اولى وانت عارف؟ علشان ما تروحش تقع في المصفى. كنت بتظبط الحديد وكنت بتظبط فيتامينز، ودلوقتي بقول لك ان في جزء من الكالسيوم متظبط. واضح يا مرهان ان الديفيوزبل مش ماسك فيه البلازما بروتين. الديفيوزبل دوت نفسه جزئين، جزء عامل كومبلكسز، عامل مركبات مع حاجات تانية، وجزء اسمه ايونايزد. وده بقى اللي بيهمنا جدا جدا جدا. كالسيوم اير. طب الباوند تو بروتينز دول قد ايه؟ قال لك دول 47% قد الايونايزد 47%. فيتضح لك ان اللي عاملين كومبلكس 6%. ارجوك ركز وعينك على البولد، علشان ساعات بنضيق بينا الدنيا ونقرر نسالك في الكلام دوت في الام سي كيو. يجي لك واحد ام سي كيو، فحرام ان انت تخسر واحد ام سي كيو في توزيعه الكالسيوم اللي هي اصلا كلام فارغ. الكالسيوم في جسم الانسان اللي وزنه 70 كيلو جرام قد ايه؟ 1 كيلو جرام. متقسم ازاي؟ تقول لي 99% موجودين فين؟ 99% موجودين فين؟ بون تيس. سامع؟ بون تيس. 1% موجودين فين؟ اكسترا سيلولار. 1% موجود فين؟ اكسترا سيلولار. اللي موجودين في البونز اند تيس متقسمين الى 99% عاملين حاجه اسمها لارج كالسيوم، و 1% بس عامل حاجه اسمها بول كالسيوم. سمول بول. السمول بول دوت ماله؟ اكستشينجبل. يعني ايه اكستشينجبل؟ يعني ممكن تبدله مع ده، اثنين فاتحين على بعض. انما ال 99% دول مالهم؟ نون اكستشينجبل. طيب اجي بقى للاكسترا سيلولار فلويد، الاقي ان الكالسيوم متقسم الى حاجتين، جزء اسمه نون ديفيوزبل. الجزء الاولاني اسمه ايه؟ الجزء الثاني اسمه ايه؟ النون ديفيوزبل دوت نون ديفيوزبل لانه ماسك في حاجه اسمها، انما الديفيوزبل دوت ديفيوزبل لانه مش ماسك في بلازما بروتينز وموجود في صورتين، صوره اسمها والصوره الثانيه اسمها الباوند تو بلازما بروتين قد الايونايزد الاثنين، انما الكومبلكس دول 6%. ما زلت انت يا فضل عمال تسمعني بوزع لك في الكالسيوم وانت لغايه دلوقتي مش عارف هي ايه اهميه الكالسيوم يا اخي؟ اي سؤال يعني انا عمال اسمعك تقول كالسيوم مهم وعايز تكلمنا عن الكالسيوم هوميوستاسيس. هو ليه كلام مهم اصلا؟ ليه ما يطلعش مهم؟ اقول لك لا ده مهم جدا.
وتعالى نرجع من اول سنه اولى وافكرك ان الكالسيوم كان مهم في الاكسايتابيلتي بتاعه النيرفز اند ماسلز، وكان مهم جدا في عمليه البلاد كلوتنج، وكان مهم جدا في الماسل كونتراكشن. ولما تيجي حضرتك معانا سنه ولسه في سنه اولى، مهم جدا في الكاردياك فانكشنز، في الكونتراكتيليتي، وحتى في جينيريشن اوف ذا هارت ريت، في الاكشن بوتنشال. ولما تيجي معانا سنه ثانيه تلاقي ان الكالسيوم مهم جدا كسكند ميسنجر اتكلمنا عنه، وتفتكر كمان ان الكالسيوم مهم في الريليز بتاع كل الترانسميترز سواء في اولى او في ثانيه. اذا يهاجر الكالسيوم الايونايزد مهم جدا جدا جدا. من الصعب يا حبيبه ان يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ايه اهميه الايونايزد كالسيوم، لان الواحد ممكن ساعتها اللي عنده ضمير يكتب كتاب مش يكتب ورقتين. انت ممكن تيجي مره تقعد تفتكر وتدينا كلام لبكره، فده صعب. لكن برضه يا ريم ما ينفعش الواحد يبقى ماشي في الشارع عمال يذاكر كالسيوم هوميوستيزيس وهو مش عارف ايه اهميته. ولو دخلت حضرتك الشفوي والدكتور بدا معاك وقال لك ايه اهميه الكالسيوم يا ابني وانت داخل حافظه ثلاث هرمونات، وقلت له ايه كالسيوم اهميته، انا ممكن اقول لك هوميوستيزيس، يقول لك لا انا عايز اعرف انت بتعمل هوميوستيزيس ليه اصلا؟ اقول له عشان يا بيه الكالسيوم مهم عشان كذا وكذا وكذا وكذا. كلام سهل مفيش فيه مشكله. هو عليك اصلا يعني سيبك انت لازم تفتكر هي موسيقيات، ده كلام على حضرتك. هو مهم في الاكسايتابيلتي بتاعت النيرف والمسل، ومهم في المسل كونتراكشن، ومهم في البلاد كلوت. اطلع من سنه اولى كده وامسك كل البرانش هتلاقيه نيرف والمسل، يبقى نيورو مسل اكسايتابيلتي. في البلاد هتلاقي بلاد كلوتنج، في الهارت هتلاقي مهم الكارديا فانكشن. لا 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 حلو قوي، احنا رضا قوي ان انت تبقى عارف بس ان هو مهم فيها. سلام. لا بس ان هو مهم في البلاد كلوتنج. افهمت ممكن ايه؟ نقفل التكييف اللي عندكم ده؟ خلاص. او اكيد ده مش هيتقفل. ده عندكم شغال اصلا؟ حط ايدك يا احمد كده. شغال ولا لا؟ شغال؟ بص يا فندم انا هحاول، بس لو اللي عندي اتقفل هنطلع من بعض. ده مين يا فندم؟ حضرتك بصوا المرة اللي فاتت. ده اللي ورا؟ ده اللي ورا. ها. ده اللي اجي معاك لمعلومه مبدئيه وبديهيه عن عمليه امتصاص الكالسيوم. عايز اقول لك كلمه مهمه قوي يا سيدي الدكتور. نعم الكالسيوم بيدوب في الوسط الحامضي، بل بيدوب في الوسط الحامضي، وعشان حضرتك تمتص حاجه لازم تبقى مالها صوليبل، لانها لو حصل لها بريسيبيتيشن يحصل لها ايه؟ لن تستطيع امتصاصها، مش هتعرف توصل المناطق بتاعه الانتستين الخلايا اللي على الراش بودر. ما علينا، يعني الماده اللي بريسيبيتيت لا تمتص. وعلشان كده يا احمد من سنه اولى وانت فاكر ان الحديد اللي احنا بناكله لو كان جه معاه الفايتيك اسيد، دي معلومه ثابته، بيرسبه فما بنعرفش نمتصه. لازم الحديد يبقى ماله سوليبلايزد. بس طب انا بظبط لك ليه هاجر؟ عشان عايز اقول لك ان الكالسيوم اهم حاجه فيه انه يتوجد في اسيديك ميديوم. يتوجد في ايه؟ الناس اللي عندها ضمير الكالسيوم هيمتص فيه؟ الاستومك ما فيهاش امتصاص. يبقى اول حته في السمول انتستين هيمتص في الديودينال. كويس. الكالسيوم عشان يمتص تاكل معاه اكل قاعدي ولا حامضي؟ اسيدك فود. علشان كده يقول لك اللي عايزين يزودوا الكالسيوم ياكلوا زبادي. طب لو حضرتك نعم أيوه طبعا مش في بكتيريا بتطلع لك الحلف قصه البص دايما انت يا سالم لازم تطلع لي. بص يا سالم اللبن والزبادي والكلام دوت في نظريتين، نظريه بتقول ان هم بيعالجوا الحموضه، ونظريه ثانيه بتقول ان هم بيزودوا الحموضه. بعض الناس والله يا سالم لما بيصبوا اللبن بيزيد يا اخي انت لوحدك يا اخي، هو انت الطب؟ نسكافيه يا عم بديهي، يعني بديهي. انما لما حضرتك بتاكل بروتينز ف
فدوت هيزود امتصاص الكالسيوم لانها بتحتوي على الامينو اسيد. واخيرا لو حضرتك خدت مع الكالسيوم اوكسالات، فالاوكسالات ديت من سنه اولى وانت عارف انها بترسب الكالسيوم، يبقى هتقلل امتصاص الكالسيوم. انا الكلمه اللي عايز احطها في دماغك كادهم الاهم من الكلام ده كله، كل ده كلام سهل، ان هو بيمتص في الديودنم، ان هو محتاج اسيد الفود، ان البروتين بيزود الامتصاص، كل ده هو كلام سهل. لكن اللي يهمني قوي، يهمني قوي بس انك تبقى عارف ان الكالسيوم في الوسط الحامضي بيبقى سوليبل، وفي الوسط القاعدي بيحصل له ايه؟ بريسيبيتيشن. بيحصل له ايه؟ خليك فاكر ان انت قلت شكل الكالسيوم في الوسط الحامضي بيحصل له ايه؟ سوليبلايزيشن. بيحصل له ايه؟ اسمها ايه؟ سوليبلايزيشن. انما في الوسط القاعدي بيحصل له ايه؟ بريسيبيتيشن. كويس، هو ده يا عم اللي انت عايز تقوله عن الكالسيوم في البدايه؟ اه ده اللي انا عايزه، مفيش مشكله. طب عايز اقول لكم بقى عن ابن عم الكالسيوم. ابن عم الكالسيوم هو الفوسفيت. ابن عم الكالسيوم هو مين؟ فوسفيت. الفوسفيت. والفوسفيت ده من الايونز المهمه جدا. ليه؟ لان الفوسفيت تركيزه في جسم الانسان بيتراوح ما بين 700 الى 800 جرام. وده برضه يعتبر رقم كبير جدا، يعني هو يعقب الكالسيوم في كميه توافر. اغلبيه الفوسفيت يا فضل موجود هو كمان مع الكالسيوم جوه العظم. تمام؟ هما الاثنين عاملين مجموعه من الاملاح اسمها كالسيوم فوسفيت. اذا الكالسيوم اللي جوه العظم عامل املاح، عامل املاح، اذا لابد ان يكون متحد مع حد تاني. الحد التاني دوت في الاغلب هو مين؟ الفوسفيت، لكن ممكن الكالسيوم يبقى ماسك فيه هيدروكسايد. ما علينا دلوقتي. وفي جزء كبير من الفوسفيت موجود في مركبات حضرتك تعرفها زي الـ ATP، زي الكرياتين فوسفيت بتاع سنة أولى، زي بعض الإنزيمات. ناس بتسمع أنت لسه مش حاسس بأهمية، يعني لسه مش قادر تربط هو إيه علاقة ده أصلا باللي إحنا شغالين فيه. يعني انت مطلع عينينا من ساعه ما بدانا اندوكراين وهرمونات وريسبتور واكشنز وريجوليشن، وجاي النهارده عملت غنى في شويه ايونز حكونا عليها اصلا في البايو، سواء كان الكالسيوم او كان الفوسفيت. ده انا هزيدك من الشعر بيتا وهقول لك ان في حاجه في حاجه يا احمد عز اسمها السوليبيليتي برودكت. اسمها ايه؟ ايه السوليبيليتي برودكت ده؟ السوليبيليتي برودكت ده يعني حاصل ضرب الكاتاينز اللي عليهم شحنه موجبه في الانايد. حاصل ضرب الكاتاينز في الانايد الفوزيه المفروض يديني كونستانت، هو دوت السوليبيليتي برودكت. اي كوبايه حضرتك عندك فيها ايونات موجبه وايونات سالبه، فالايونات الموجبه والايونات السالبه حاصل ضربهم يدي لك رقم. الرقم ده لو حضرتك وصلت له هيترسبه. طب لو انت اقل منه يا سالم الايونز ديت مش هتترسب. اسمع تاني. اسمع تاني. اي محلول فيه كاتاينز وانايونز، فتركيز الكاتاينز حاصل ضرب الكاتاينز في ده حاصل ضرب الانايونز يدي لك ايه؟ يدي لك رقم. الرقم دوت لو وصل لثابت معين الاثنين يترسبوا. طب لو انت اقل من الثابت ده الاثنين ما بيترسبوش. طيب في الاكسترا سيلولار فلويد مش الكالسيوم كاتاين والفوسفيت اناين طب حاصل ضربهم اعلى من الكونستانت، اعلى من السوليبيليتي بلودر، وبالتالي المفروض الاثنين يعملوا ايه؟ يحصل لهم ايه؟ ريسيبيتيشن. طب هو انت الكالسيوم والفوسفيت اللي في الدم عندك متصلين؟ لا. ليه؟ قال لك بسبب وجود ماده اسمها بايروفوسفيت. اسمها ايه؟ بايروفوسفيت. شكرا يا معلم. لا لا مصطفى حيسي مصطفى
كل مشكلتهم في الحياة هم شايفين حاصل فاهمة ايه؟ انا مش فاهمة يعني ممكن يعني ممكن تتحاصل ليه اسلو؟ ما انا هناك مش بفعل العربي هناك هناك انا مش بفعل العربي بقعد يقول السالب والموجب وانا مش فاهمة ليه سالب والموجب بدأت اقعد معاهم وقال قاعدة يا بنتي والثانية قاعدة الباص 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 يمكن رايح اقول لمامي رايح اقول لمامي يعني ايه الباص في المقام اي ما فيش الباص في المقام يعني ايه ماما كده النيوميريتر النيوميريتر قلت لها يعني اني واحد فيهم بقى عارفه الكلمه دي هو بايروفوسفيت بيعمل ايه احنا بنتكلم على ايه يا شباب كالسيوم والفوسفيت بيركبوا مع بعض احنا بنتكلم على ايه ثم بيعملوش بلايستيشن احنا لغايه دلوقتي ما دخلناش في الموضوع بتاعنا. كل ده بنحاول نعمل مقدمة علشان نفهم اللي احنا رايحين. طيب احنا هنتكلم عن ايه بعد شوية. احنا كل دوت موضوعنا اسمه كالسيوم هوميوستاسيس. يعني ايه كالسيوم هوميوستاسيس؟ يعني keeping the internal environment of calcium constant. يعني احافظ يا نادين على تركيزات الكالسيوم في دمي سمك. فقبل ما اقول لك انا بعمل ده ازاي؟ حضرتك كنت هتسألني هو انت بتكلمنا عن الموضوع ده ليه اصلا؟ فالاجابة عشان الكالسيوم مهم وعشان اثبت لك ان الكالسيوم مهم يا اسلام فرقتك على توزيع اللي هي 99% في البون و1% في الاكسترا سيلولار فلويد وعرفتك يا حازم ان 1% اللي في الاكسترا سيلولار فلويد دوت جزء منه ايونايز وجزء منه باوند تو بلازما بروتينز وجزء منه عامل كومبلكس بقى الكالسيوم متوزع على العظم وبره العظم واللي بره العظم متوزع تاني اهم حاجة يا عبد الرحمن بالنسبة لنا بعد ما حضرتك تفهم التوزيع انك تفهم ان الايونايز كالسيوم ده مهم جدا 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 ليه مهم جدا 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 لان من سنة اولى كان حشرلك نفسه في كل برانش وهو قلب الوظيفة في النيرف هو بتاع الاكسايتابيليتي في المصل هو بتاع الكونتراكشن في البلد هو بتاع البلد كلوتنج لما جيت حضرتك حتى في السنسوري كان مهم في عمليه الريليز اوف ذا ترانسميتر اول حاجه قلتها لك في الاندوكراين انه بيشتغل سكند مسنجر اذا الكالسيوم ايون مهم قوي وعشان في ايون تاني يقرب له حتى لو انت لسه مش عارف ايه شكل القرابه فكان لازم اكلمك عن الفوسفورس بلاش الفوسفيت عشان باه الفوسفورس هو الايون الثاني واحد في التركيز 700 او 800 جرام في جسم حضرتك فوسفورس موجود جزء كبير منهم في العظم مع الكالسيوم وجزء تاني موجود في مركبات كتيرة حضرتك تسمع عنها من قبل ما تيجي الكلية زي الاي تي بي والكرياتين فوسفيت لغاية دلوقتي انت ما عندكش مشكلة بدأت المشكلة تظهر اما بدأت اقول لك ان اي محلول يا احمد حاصل ضرب الكاتاينز والاناينز بتاعه زي اي رقمين في الدنيا ده تركيز وده تركيز لما تضربهم في بعض هيدي لك رقم الرقم دوت لو اعلى من لو اقل من حاجه معينه يبقى الكاتاينز والالاينز يفضلوا دايبين يفضلوا سوليبل طب لو وصلنا للرقم دوت او تخطيناه قال لك ساعتها يحصل لهم بريسيبيتيشن علشان كده يا احمد الرقم دوت اسمه ايه اسمه السوليبيليتي برودكت اسمه ايه يبقى ما معنى سوليبيليتي برودكت هو الرقم اللي لو حاصل ضرب الكاتاينز والانينز ووصلوا او تخطاه هيحصل لهم بريسيبيتيشن وهو نفس الرقم اللي لو حاصل ضرب الكاتاينز والانينز اقل منه هيفضلوا في حاله سوليبل حد مش فاهم حاجه من اللي انا قلته تمام مين كان في حد فيكم تتراجع مش فاهم دكتور انا عايزاه بريسيبيتيت ولا لا ايه عايزاه بريسيبيتيت انت في الاغلب على حسب بقى يعني انت في الدم عايزين اللي بيخبطوا ولا لا ركز علشان السؤال ثاني سؤال مهم هو احنا عايزين يحصل له ديسيبيتيشن ولا لا قال لك والله في الدم مثلا انا مش عايز يعمل ديسيبيتيشن فعلى الرغم من ان حاصل الضرب اعلى من السوليبيليتي برودكت فانا
مش هعمل لهم بريسيبيتيشن بفضل وجود ماده اسمها ايه؟ اسمها ايه الماده؟ سامع؟ بايروفوسفيت. اسمها ايه؟ بايروفوسفيت. ده بيعمل ايه البايروفوسفيت ده؟ ده بينهبت بريسيبيتيشن اوف كالسيوم الفوسفيت على الرغم من ان هم اعلى من السوليبيليتي. ايه؟ هو ليه خصائص بقى فيزيائيه وكيميائيه تخصه هو بتخليهم يمشوا قدام بعض. هو الكتاب بتاع الفيلم كان اسمه سوليبيليتي فلودكس. امريكان في الوقت اللي جاي امريكان اللي بيبقى قليلين قوي. فلودكس. بس امريكان الوقت اللي جاي ده اكيد ما بيبقاش قليلين قوي. يعني طب يعني علشان الموضوع ما يبقاش كده تعالى اقول لك حاجه اصغر شويه. لا مش عارف. ما تجيش منها اوقفك كل الحصه. يا نديم. ايوه. انا ما تجيش منها ابدا. نوقف الجروب كله كل الحصه. اكيد. يعني احنا بقى مع بعض الطب ونختمه هو ده. فاكيد انت في خلال هذا الترم اكتشفت ان انا اصلا انسان شرير بطبعي يعني. لا 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 انا شرير. لا انا شرير. لا انا شرير. فما توصلنيش ان انا شرير يا اخي. تكلمش. انا عايز اكلمكم على حاجه ظريفه جدا وحضراتكم لو فاهمينها تقولوا هيك. ده شيء مهم جدا. عايز اكلمكم عن البون فيسيولوجي. كلمتوا على ايه؟ ايه البون فيسيولوجي ده؟ عايز اقول لكم العظم بتاعنا ده بيتكون من ايه؟ الحقيقه ان من الاخر كده يعني من الاخر يا احمد العظم بيتكون من حاجتين. بيتكون من ارضيه ماتريكس معمول من بروتين اسمه كولاجين تايب 1. اسمه ايه؟ عشان في كولاجين بانواع تانية انت عارفها في الريسيرش بس اللي في العظم كولاجين تايب 1. كويس. طب الارضيه ديت يا دكتور مصطفى ارضيه وخلاص؟ قال لك لا طبعا احنا مدعمين الارضيه ديت ومنصبين عليها كريستالز. منصبين عليها مين؟ كريستالز. الكريستالز ديت دايما فيها كالسيوم سواء كان كالسيوم فوسفيت او كالسيوم هيدروكسيد. العظم بتاعنا بقى يا عبد الرحمن ارضيه بروتين اسمه كولاجين تايب 1. بس الكولاجين ده طري عشان يبقى صلب يا اسلام هم منصبين عليه مجموعه من الاملاح مجموعه من الكريستالز. الاملاح ديت عباره عن ايه يا عبد الرحمن؟ تقول لي يا دكتور يا اما كالسيوم فوسفيت يا اما كالسيوم هيدروكسيد. كويس. ده تركيب العظمه تركيب النسيج العظمي. السؤال بقى فوزيه هو مفيش خلايا؟ طب عندنا خلايا العظم وخلايا العظم ثلاثة. واحدة بتبني العظم اسمها اوستيوبلاست. واحدة بتهد العظم. اوستيوبلاست. وفي عندك نوع ثالث اسمه الاوستيوسايت. الاوستيوسايت دول عبارة عن ايه؟ قال لك الاوستيوسايت دول عبارة عن الاوستيوبلاست بعد ما بتكبر بتاخد بعضها وتروح تعمل لك غشاء العظمه نفسه الاوستيوسيتك ميمبرين. من الاخر كده العظمه عباره عن ايه؟ تقول لي ماتريكس وكريستالز وشويه خلايا. الماتريكس عباره عن بروتين اسمه بروتين اسمه كولاجين تايب 1 والكريستالز ديت دايما فيها كالسيوم يا اما كالسيوم فوسفيت يا اما كالسيوم هيدروكسيد. وبعدين عندك شويه خلايا ثلاث انواع نوع بيبني اوستيوبلاست ونوع بيهد اوستيوبلاست ونوع ثاني موجود في الممبرين اسمه اوستيوبلاست. انا دلوقتي يا احمد يا صالح هسالك سؤال لو انت عندك ضمن انا بقول لك ان الاوستيوبلاست يا اخي هي اللي بتبني العظمه تفتكر الاوستيوبلاست عشان تبني العظمه تعمل ايه؟ اول حاجه هتصنع كولاجين صح؟ حلو ماشي سهله دي. طب تاني حاجه عايزه تنصب عليه الكريستالز فتعمل ايه بقى؟ قال لك تقوم تطلع انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز. اسمه ايه؟ الكالاين معلش هو الاسم انزيم اسمه ايه؟ الكالاين هو فوسفاتيز يعني يبدا يكسر الفوسفيت عشان يفصله لك تاخده تنصبه انما الكلمه الاولانيه اسمها ايه؟ الكالاين هو ليه الكالاين؟ ليه عايزه الكالاين؟ عشان يخلي الوسط ميديا
فيكون سالم يقول لي طب ما حتى لو انت خليت الوسط ميديم وعندك كالسيوم كتير وعندك فوسفيت كتير ما هتفضل الماده اللي اسمها بايلر فوسفيت مش هتخليهم يتنصبوا صح؟ او ما اقول له الاوستي بلاست بتطلع حاجه اسمها بايلر فوسفيت انهيبيتور اسمها ايه؟ بايلر فوسفيت. اه كده بقى يبقى احنا نقدر ننصب الكالسيوم. يبقى اذا كانت العظمه من الاخر عباره عن ماتريكس متصب عليه كريستال فنص بلاست تقدر تبني العظم لان عندها القدره انها تصنع الماتريكس كولاجين تايب 1 وعندها القدره انها تصنب عليه الكريستالز لانها بتطلع انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز وتطلع كمان البايلو فوسفيت انهبيتور. حد عنده ضمير وهو قاعد يقدر يقول لي الاوستي بلاست هتعمل ايه؟ هتكسر ازاي؟ هتخلي الوسط اسيدك وتعمل ايه كمان؟ تكسر الماتريكس. انا هقول لك اسم الانزيم. هو انزيم واحد بيعمل الحاجتين. الانزيم اسمه اسيد بلوتيز. اسمه ايه؟ اسيد بلوتيز. قول لي بس الطول خلاص انا كده فهمت. بلوتيز هيكسر الكولاجين واسيد هيخلي الوسط ده حامضي فتبدا الكالسيوم يحصل له ايه؟ يدوب وابدا اسحب. هون في سيولوجي واحد مش بالنسبه لك طبعا واحد من الحاجات البسيطه جدا سهله قوي. البوم بيتكون من ايه؟ ثلاث حاجات. الماتريكس كريستال سيلز. الماتريكس عباره عن بروتين اسمه والكريستال دايما فيها كالسيوم يا اما كالسيوم فوسفيت يا اما كالسيوم الاثنين مع بعض اسمهم الهيدروكسي ابوتايد. اسمه مين؟ يبقى لو حد قابلك في الشارع فاضي قال لك انا سمعت عن حاجه اسمها هيدروكسي ابوتايد تقول له اه دي الكريستالز اللي جوه العظم كالسيوم فوسفيت مع الكالسيوم هيدروكسايد. وله ثلاث انواع من الخلايا. النوع الاولاني اسمه النوع الثاني النوع الثالث الاوسيوبلاست بتبني العظمه عشان عندها القدره انها تصنع وعندها تقدر ترسم الكريستال زي انها بتطلع انزيم اسمه ايه؟ وبتطلع كمان ماده اسمها انما الاوسيوبلاست بتهد العظم بتهد البروتين وتخلي الوسط حمرا كل ده بنزيم واحد اسمه اسيد بروتين. اسمه ايه؟ اسيد بروتين. اذا الموضوع بتاع بوم فيسيولوجي طلع موضوع سهل جدا. طيب دلوقتي برضو تفضل انت ما زال السؤال الاول اللي طرق في دماغك ما زال عمال. طبعا حضرتك عارف بقى ان الهيستولوجي ريموديلنج يونت تمام. انا مش انا اللي هكلمك عن ريموديلنج يونت طول الوقت. الاوستي بلاست بتبني عظمه بره والاوستي بلاست بتهد العظم من جوه عشان العظم بتاعك يزداد في الصلابه. انا انت عارف احسن مننا ده. ما زال سؤالك هو انت يا دكتور اصلا بتشرح لنا الكلام دوت ليه؟ انت اساسا انتوا بتوع الفسيولوجي. طب ماشي انتوا بتوع الفسيولوجي عايزين تحكوا لنا على بعض بتحكوا لنا الموضوع دوت في الاندوكراين ليه؟ هقول لك احنا بنحكي لك علشان خاطر عايزين نكلمك بقى عن انا جيت دلوقتي يا صادق عايز اكلمك عن مين؟ عن الكالسيوم. انا لسه هبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ايه بقى الكالسيوم؟ حضرتك عايز تحافظ على الكالسيوم في الدم مظبوط. شو يعني الكالسيوم بتاع الدم يعني؟ طب الكالسيوم بتاع العظم؟ قالك هو الكالسيوم بتاع العظم يهمنا طبعا بنحاول نحافظ عليه وكمان مظبوط. ولكن الاخطر واللي ممكن ياثر على حياه الانسان هو الايونايز كالسيوم. هو مين؟ الايونايز. وهنفهم المره الجايه ليه اصلا نقص الكالسيوم ممكن يموتنا. تخيل يا مين ان نقص الكالسيوم يموتك. عشان كده احنا عايز انت مش متخيل انا بقول لك يعني نقص الكالسيوم ممكن يموتك. عشان كده انت محتاج انك تحافظ على الكالسيوم في الدم وخصوصا الايونايز كالسيوم يا عمرو دايما كونستانت ما يقلش عن الطبيعي. طب كويس هعمل ايه يعني؟ قال لك لو بدا الكالسيوم يقل فانا هلجا على طول يا هاجر الى الفيرست لاين اوف ديفنس. هلجا لمين؟ خط الدفاع الاول.
مين خط الدفاع الاول؟ قال لك مين خط الدفاع الاول؟ هو مجموعه من الكلسم في العظم اسمها اكستشينجبل. هو كان فيه في العظم كلسم اكستشينجبل اسمه ده كان اسمه البول. كان ال1% احمد امام من شويه كنا كاتبين تحته كلمه انه اكستشينجبل. يعني ايه يا عم حازم؟ قال لك ان لو كلسم في الدم بدا يقل همدي ده ياخد من عندك شويه بس. وكمان يا فرح فجوه الليفر والانتستين في الميتوكوندريا بنبقى مخزنين شوية كالسيوم ممكن برضو ناخده. فوزي اول ما الكالسيوم يبدا يقل انا بسرعة جدا اقدر اعمل ايه؟ انا عندي اماكن اقدر اجيب منها الكالسيوم فورا اسمها الفيرست لاين اوف ديفنس. خط الدفاع الاول هوبا مدي ايدك وهات لي الكالسيوم من الاكستشينجبل بول ومدي ايدك وهات لي الكالسيوم من الميتوكوندريا اللي في الليفر اند انتستين. لكن الحقيقة يا ادهم ان في الاغلب ده ممكن ما يكفكش. ده يا دوبك بيعمل لك شويه ريليف كده اي كلام وبعدين خلاص هيبدا الكالسيوم يقل برضه. الا اذا كان عندنا خط دفاع تاني. مين بقى خط الدفاع التاني ده؟ ثلاثه هرمونات. كم هرمون؟ ثلاثه. اذا خط الدفاع التاني خط الدفاع الاساسي يا ايه اللي بيدافع عني في عمليه الكالسيوم هوميوستاسيس هو جزء من الاندوكراين سيستم. ليه؟ لانه هما ثلاثه هرمونز. كم هرمون؟ ثلاثه. الاولاني يا اوهان اسمه البارافرمون. اسمه ايه؟ البارافرمون. كويس. والثاني اسمه الكالسيتونين. الثاني اسمه ايه؟ الكالسيتونين. والثالث اسمه فيتامين دي. الثالث اسمه ايه؟ فيتامين. بس مين الثلاثه هرمونز دول؟ البارافرمون دوت لو حضرتك عندك ضمير فانت اكيد عارفه كويس. ده اللي بيطلع من الغدد جال الدرقيه او البارافايرويد جلاند. والثايرويد بتطلع ثلاث هرمونات كان منهم اثنين بنقول عليهم الثايرويد هرمون اللي هم مين؟ لكن كان في هرمون ثالث اسمه بيطلع من الخلايا اسمها بارافوليكولا سيلز. وساعتها قلت لك ده ما بنقولش عليه ثايرويد هرمون مع انه بيطلع ثايرويد. وكان عندنا في النهايه فيتامين. خليني اقول لك يا محمد يا مصطفى ايه فيتامين دي؟ فيتامين دي ده احد الستيرويدز. احد ايه؟ السكن بتاعنا بيبقى يا فضل مخزن ماده اسمها 7 دي هيدرو كوليسترول. اسمها ايه؟ 7 معلش اخر كلمه في المركب اسمها ايه؟ بمعنى كده ان المركب دوت ينتمي لعيله ستيرويدز. الماده اللي في السكن ديت بتبدا تحت تاثير الاشعه بتاعت الشمس الالترا فايولت رايز اللي في السن لايت تتحول الى مركب اسمه الكالسيفيرول. اسمه ايه؟ كالسيفيرول. كالسيفيرول ده هو فيتامين. عشان كده يا مصطفى ايام ما كنت حضرتك صغير كان بابا حضرتك بيلبسك شورت كده وياخدك يمشيك او يقعدوك في البلد. مش مصطفى بس يعني كلنا معلش انا اسف يا مصطفى كلنا واحنا صغيرين. وده مسج لازم حضرتك تبقى عارفها ان انت لازم تقعد الاطفال الصغيره في الشمس. ليه؟ لان اول خطوه في تحضير فيتامين دي ان اشعه الشمس تنزل على السكن فتبدا تحوله الى ويحول 7 دي هيدرو كريستيل الى المركب اللي اسمه ايه؟ كالسيفيرول. لكن المفاجاه هذا ان كل كالسيفيرول ده ما بيشتغلش. ده لسه هنا يكتب. هو عشان يبقى يكتب اعمل ايه؟ قال لك يا محمد لازم يروح الاول على الليفر. يروح الاول فين؟ يوم الليفر يديله واحده هيدروكسيد بس يديها له في مكان الكربونه رقم 25 فيصبح اسمه 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول. بلاش كل ده 25 هيدروكسي كالسيفيرول. كويس. هل انت كده عمر اصبحت اكتف؟ لا والله لسه برضه مش اكتف. لازم تروح على الكدني كمان علشان في الكدني هنديلك كمان هيدروكسيد بس عند الكربون رقم واحد بانزيم اسمه 1 الفا هيدروكسيليز فيصبح اسمك 1 و25 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول.
بص يا احمد على حسب ما انت بتذاكر، لان يعني انا كاتب الكلام ده بعد الاكشنز نفسها، تمام؟ في كتاب كاتبه في الاول تقريبا، كل كتابه تلاقيه كاتب ما عليك، ما تخافش يعني، مش هقول لك حاجه الا اللي عليك. هتلاقيه كل حاجه عليك. اصبح دلوقتي المركب اللي اسمه كوليكال سيفيروليا صار يحمل 2 هيدروكسايد. ارجوك ركز عشان دوت بتتسال عليه الام سي كيو. انت خدت اول هيدروكسايد في الكربون رقم 25، خدتها فين؟ في الليبر. ده فين؟ دي اول خطوه. تاني هيدروكسايد بتاخدها عند كربون رقم 1، بتاخدها فين؟ في الكيدني. فيصبح اسمك 1.25 هيدروكسي كوليك اسيتول. هو دوت اللي اسمه بقى اكتيف فيتامين دي. اسمه ايه؟ بس ماشي خلاص انا عارف. يعني انت كل دوت عشان تشرح لنا ان الفيتامين دي دوت في منه اكتيف وفي منه ان اكتيف. خلصنا. انجز حاضر. ركز بقى، ركز قوي، لان انا بعتبر ان الكالسيوم هوميوستاسيس ده اسلم حاجه ليه، اسلم حاجه ليه الفهلاوه المصريه. ده بقى بص كل العلم، كل الاندوكراين تقعد تحفظ وبتاع، انما ده بقى ايه؟ شويه فهلاوه. فركز، سيبك بقى من الورق ومن الكتاب والحاجات اللي انت بالذات يا باهي، سيبك من انت بتعمله معايا ده، تمام؟ يعني سيبك بقى من الكتب اللي انت مفتحها دي، وركز معايا. خد الكلمتين زي ما هقولهم لك وارجع طبقهم بس في البيت. خد اللي انا هقوله لك بس. سحر بقى من الاخر يعني. دي الحصه الوحيده اللي بعمل فيها كده بس، معلش عشان نخلص. ايه؟ لا لا الكالسيوم هوميوستيزيس هو حاصل شغل 3 هرمونز على 3 اورجنز. الثلاثة هرمونز عرفناها. مين بقى الثلاثة اورجنز؟ قال لك الثلاثة اورجنز هم البون، مخزن العظم. تعالى فيه 99% من العظم من الكالسيوم، سوري مخزن الكالسيوم. البون احنا عايزين فيه 99% من الكالسيوم. والانتستين مكان امتصاص الكالسيوم، والكدني مكان اللص في الكالسيوم. كويس. وعلشان يعني افرق خليني في الاخر. يبقى من الاخر كده لعبه الكالسيوم هوميوستيزيس كم هرمون؟ 3 بيشتغلوا على كم اورجن؟ 3. فحضرتك هتقوم جاي عند البارث هرمون وتقول ده هرمون بيزود الكالسيوم وبس، والكالسيتونين هرمون بيقلل الكالسيوم وبس. وعايزك لو بتكتب ورايا تكتب كده، الاثنين دول مجانين، وتيجي عند فيتامين دي وتكتب عليه العائل اللي فيه. وكده يبقى انت خلصت. يا سلام كده انا خلصت. امشي يعني؟ انت دلوقتي تقدر تمشي. حط في دماغك كالسيوم هوميوستيزيس هو شغل كم هرمون؟ كم هرمون؟ على كم اورجن؟ ثلاثة. الثلاثة اورجنز هما مين؟ بون انتستين وكدني. والثلاثة هرمونز الأولاني الباث هرمون بيعمل إيه؟ بيزود الكالسيوم. والكالسيتونين بيعمل إيه؟ بيقلل الكالسيوم. الاثنين دول مالهم؟ مجانين. الاثنين دول إيه؟ مجانين. وفيتامين دي هو؟ ام ام. فالناس اللي هم محبين العلم ام ام ستيكر. هو ايه الاثنين دول مجانين وده العقل اللي فيهم وخلصنا؟ خلصنا ايه؟ دلوقتي يا سالم انا لو سالتك على الاكشنز بتاعت البارث هرمون وانا وانت ما نعرفش حاجه عن البارث هرمون، حضرتك هتقول لي بص بص يا دكتور، البارث هرمون هرمون بيرفع الكالسيوم وماله؟ مجنون. يعني ايه؟ يعني هو كل تركيزه انه يرفع الكالسيوم في الدم. يبقى لما يروح العظم يعمل ايه؟ يسحب الكالسيوم من العظم. لما يروح الانتستين يعمل ايه؟ يزود امتصاص الكالسيوم من الانتستين. لما يجي عند الكدني يعمل ايه؟ يعني يزود امتصاص الكالسيوم من الكدني او يقلل اللص في الكالسيوم. كويس. طب لو انا بقول لك الكالسيتونين بيعمل ايه يا عبد الرحمن؟ يقول لي يا دكتور الكالسيتونين بيقلل الكالسيوم ومجنون. يبقى يروح عند البون يعمل ايه؟ يلص الكالسيوم. هيروح عند الكدني يعمل ايه؟ يوقع الكالسيوم في اليورين. بس ملوش دعوه بالانتستين. الكالسيتونين ملوش ريسبتورز يقدر يشتغل بيها اصلا على الناس. فمش معنى بقى فيتامين دي اللي انت قلت عليه العائد اللي فيهم. قال لك اعمل عشان فيتامين دي بيروح عند الانتستين يمتص الكالسيوم. ويروح عند الكدني يمتص الكالسيوم، الكالسيوم يعلى يقوم يرسمه على العظم. ايه؟
مالك معترض على ايه؟ ايوه طبعا. ليه؟ لان هو مش بينفع الكالسيوم بس او بينزل الكالسيوم بس، هو بيشتغل على انه يرفع الكالسيوم ويستفيد بيه، ياخده يرفعه من الانتستين ومن الكدني، يبدا الكالسيوم يزيد يوم يعمل بيه بقى. يبقى الفكره البسيطه بتاعه الكالسيوم هوميوستيز اللي حضرتك تقدر تفهم بيها بعد كده الميكانيزمات المعقده اللي قدامك هما الثلاث كلمات دول. كم هرمون؟ ثلاثة. وكم اورجن؟ ثلاثة. البارث هرمون بيعمل ايه؟ يزود الكالسيوم. والكالسيوم بيعمل ايه؟ يقلل الكالسيوم. والاثنين دول؟ مجنجنين. والعقل هو؟ مجنجنين. طيب يعني يا جينا اوكي خلاص احنا بقينا شبه ملمين الفكره العامه، بس اكيد في تفاصيل يعني ورا الموضوع ده. تعالى بقى البارث هرمون، اتكلم عن البارث هرمون الاول. البارث هرمون لما بيروح على العظم ويجي يسحب الكالسيوم من العظمه بيسحبه على مرحلتين يا حازم. المرحله الاولانيه لابد بيقوم عامل ايه؟ بيقوم حاطط حاجات اسمها كالسيوم بامب. اسمها ايه؟ يقوم جاي عند الاستوستاتيك ممبرين ويقوم زارع هنا بامب تسحب له كالسيوم على طول. كويس؟ ده لابد. لكنه كمان بيشتغل سلولي. ازاي بقى؟ قالك بيزود الاكتيفيتي بتاعت الاوستيوبلاست. زود مين؟ الاوستيوبلاست. زود مين؟ اكتيفيتي الاوستيوبلاست. حد معترض؟ اه طبعا. ليه؟ كده بيقل كده بيرسل الكالسيوم. اه بالظبط، لان لما انت تشغل الاوستيوبلاست، الاوستيوبلاست بيعمل ايه؟ هيرسل الكالسيوم. انت قلت ان هو بيعمل ايه؟ بيسحب الكالسيوم من العظم. هو فعلا بيشتغل على الاوستيوبلاست، بس لما بيزود الاكتيفيتي بتاعتها ما اقصدش انه بيزود الاكتيفيتي اتجاه العظم، بيخليها تطلع مادتين. ماده اسمها رانكل، اعرفها انها رانكل احسن ليك، وماده اسمها انترلوكين 6. الرانكل والانترلوكين 6 دول بيعملوا ايه؟ هم دول اللي بيشغلوا الاوستيوكلاست. شغلوا مين؟ الاوستيوكلاست. يعني من الاخر البارث هرمون شغل مين؟ بس لانه هو ملوش ريسبتور المباشر عليها، فخلى الاوستيوبلاست تطلع لها مادتين اللي هم مين؟ الرانكل والانترلوكينز. ايه؟ بالظبط. لان انت لما تشغل الاوستيوبلاست تبدا تعمل لك ايه؟ تبدا تهد لك العظمه وتدور لك الكالسيوم، فحضرتك حاطط البامب تقعد تسحب بقى. نعم؟ ملوش ريسبتور، ملوش ريسبتور. طب اكدب عليك واقول لك انه ليه سبته يعني؟ ما احنا اسفين يعني، اسفين معلش. احنا مش صحيح. كالسيوم هوميوستاسيس. كالسيوم هوميوستاسيس. اكيد ده لازم. مش صحيح. كالسيوم هوميوستاسيس. كالسيوم هوميوستاسيس. كالسيوم هوميوستاسيس. كالسيوم هوميوستاسيس. وحصل شغل كام اورجن؟ ثلاثة أورجن. كم أورجن؟ ثلاثة أورجن. على كم أورجن؟ على ثلاثة. على كم أورجن؟ ثلاثة. على كم أورجن؟ ثلاثة. الهرمونز أول واحد فيهم اسمه؟ باراثورمون. بيعمل إيه؟ يزود الكالسيوم. وماله؟ مجنون. هيسحب الكالسيوم من كل مكان، فهيروح على العظم يسحب الكالسيوم في مرحلتين. المرحلة الأولانية رابر بيحط حاجة اسمها كالسيوم بوم. والمرحلة الثانية بيشغل أوستيوبلاست. شغل مين؟ أوستيوبلاست. بس مش عشان تعمل الأكشن الطبيعي بتاعها، إنما عشان تطلع مادتين، مادة اسمها والمادة الثانية انترلوكين 6. المادة الثانية اسمها ايه؟ عشان المادتين دول هم اللي بيشغلوا اللي هو عايزه أصلا اللي هو مين؟ أوستيوبلاست. كويس. نعم. ليه؟ الغشاب بتاع العظمة الخارجي دوت يعني. بيه؟ بيفورم البارث هرمون بيفورم. لا وريني صفحه كام يا احمد؟ صفحه كام يا احمد؟ انا وصلت بس فين حتى بالظبط؟ يعني صوت في الدبل فيز ولا في السلو فيز؟ نعم.
يا احمد بيقول لك it is due to activation of the receptors in the osteocytes which form the osteocytic membrane. يعني هو بيشغل الريسبتورز في الاوستيوسايت اللي هي عامله الاوستيوسايت. مش ايه يا احمد؟ احنا من شويه قلنا ان الاوستيوسايت بعد ما بتنضج هي نفسها اللي بتطلع تعمل لك مين؟ بتبدا عاملها في الاوستيوسايتك من ليه؟ هو ملوش دعوه طبعا بالاوستيوسايت من ليه. طيب بعد كده هيبدا الكالسيوم يروح على الانتستين. سوري بعض فهمون أم أفرز لا يا ذكر بقى والله يذكرين بقى ومنذكزين دي مرضة يعني انتم مركزين بقى. أيوة لا أنا عشان تسكن هو بس صحيح كالسيوم وميستيسيس بس صحيح كالسيوم وميستيسيس. كم هرمون؟ ثلاثة. كم أورجن؟ ثلاثة. أول هرمون اسمه؟ باراثورمون. بيعمل إيه ده؟ بيزود الكالسيوم والهرمون. بيشتغل أول حاجة على مين؟ على البون. على مين؟ على البون. بيسحب الكالسيوم في مرحلتين، المرحلة الأولانية يحط إيه مباشرة؟ الكالسيوم بيشغل الأوستيوسايتس يا أحمد. هي نفس الجملة. والحاجة التانية بيعمل إيه؟ بيشغل مين؟ الأوستيوبلاست. شغل مين؟ الأوستيوبلاست. هو أصلا عايز يشغل مين؟ الأوستيوبلاست. عايز يشغل مين؟ الأوستيوبلاست. بس هو لما بيشغل الأوستيوبلاست. عشان الأوستيوبلاست تطلع مادتين اللي هما مين؟ رانكل واتر. هما دول اللي بيشغلوا له. هو عايز يشغل مين؟ الأوستيوبلاست. اه كان كده ماشي. ها أروح بقى للإنتستين. وفي الإنتستين أنا هزود امتصاص الكالسيوم. ولكن البذرة والمور قول لي انت عايز تتكلم. لا لما البارافرمون بيروح عند الانتستين فهو بيزود الفيتامين دي. يزود مين؟ وفيتامين دي زي ما هقول لك بعد شويه بيزود امتصاص الكالسيوم من الامعاء. اذا هو بيزود امتصاص الكالسيوم من الامعاء ولا لا؟ فضل اه لكن مش بنفسه، من خلال زياده مين؟ الاكتيفيشن اوف فيتامين. احنا فين؟ مش عارف انت بالنسبه لك دي انتستين ولا دي انتستين. انا بالنسبه لي الاثنين ما ينفعوش، يعني انا معاك طبعا، بس بما ان واحده فيهم كدني والثانيه انتستين فتبقى دي كدني. اه طبعا. نيجي للانتستين بقى. اما نيجي عند الكدني فخليني افكرك بين الكدني. حضرتك عارف من سنه اولى انها بتتكون من مليون نفرون. مليون ايه؟ نفرون. وحضرتك طبعا فاكر رسمه النفرون، كان فيه بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول وديستال كونفوليوتد تيوبيول. طبعا رسمنا الرسمه دي كنا بنشرح الاي دي اتش. ومؤقتا خليني اقول لك يا احمد، خليني اقول لك ان البارافرمون سوري ان الفوسفيت بيمتص من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. يعني لو انت عايز تمتص الفوسفيت تمتصه منين؟ البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. ولو عايز تمتص الكالسيوم بتمتصيه في الاغلب من الديستال كونفوليوتد تيوبيول. طبعا الموضوع فيه تفاصيل اكتر من كده، بس البيز بتاعي دلوقتي فوق زي الفوسفيت تمتصه منين؟ من البروكسيمال، والكالسيوم من الديستال. يا سالم تفتكر البارافرمون بيعمل ايه؟ بيزود امتصاص الكالسيوم منين؟ من الديستال كونفوليوتد تيوبيول. وفي نفس الوقت بيشغل انزيم اسمه واحد هيدروكسيليز. ايه الواحد هيدروكسيليز ده؟ ده اللي بيحط الهيدروكسيل الثانية لمين؟ لفيتامين دي، عشان فيتامين دي ده المساعد بتاعه. أنا عايز أقول لك يا أيمن على أكشن كمان، وأنت تقول لي هنعمل ده ليه؟ البارافرمون وهو في الحتة ديت بيبدأ يمنع امتصاص الفوسفات. بيزود الفوسفيت اكسكريشن. ليه؟ علشان السوليبيليتي برودكت. ما احنا قلنا ان حاصل دايما الكاتاينز والالاينز دايما رقم ثابت. يبقى لما حضرتك تقلل الفوسفيت يبقى الكالسيوم هيبدا يحصل فيه ايه؟ هيبدا يزيد شويه. يبقى اسمع تاني كده على بعضه. البارافرمون لما اشتغل عمل ايه؟ بيزود الكالسيوم. بيعمل ايه؟ والاهم كلمه فيه انه مجنون. بيشتغل على ثلاثة اورجنز. على البون بيسحب الكالسيوم من العظمه على مرحلتين، مرحله لابل بيحط كالسيوم، ومرحله سلو بيشغل خلايا اسمها اوستيوبلاست، عشان دي اللي هتشغله اللي هو عايزه اللي هو اوستيوبلاست.
بيروح بعد كده على الانتستين يزود امتصاص الكالسيوم، بس مش هو بنفسه، من خلال مين؟ وبعدين يروح على الكدني يزود امتصاص الكالسيوم. منين؟ 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 لكنه بيوقع الفوسفيت ويمنع امتصاصه. منين؟ حد عنده مشاكل في بقر في المنطقة، هتلاقي عندك اسلام كده اخر واحده في الوظائف انه كمان بيزود امتصاص الهيدروجين والمغنيسيوم. معلش اعرف ديت كده، يعني هو البار فانون من ضمن الاكشنز الجانبيه بتاعته انه بيزود امتصاص الهيدروجين والمغنيسيوم. عندك يعمل زيت؟ لا 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 يا عم انا خلاص اقف هنفكر اوقفك ولا لا؟ لا لا خلاص كده. انا عايز اروح للكالسيتونين. حد يقدر يقول الكالسيتونين بيعمل ايه على البول؟ بيقلل شيل البمب، بيزود ترسيب الكالسيوم، يبقى بيشغل انه خلايا اوستيوكلاست تشتغل بقى. اه صح تمام. طب لما اجي اروح، انا قلت لك هو ما بيشتغلش على الكدني، لما يجي يروح بقى على سوري ما بيشتغلش على الانتستين، اما يجي يروح على الكدني يعمل ايه؟ بيزود الابزوربشن، بيزود الاكسبشن، يعني بيمنع امتصاص مين؟ الكالسيوم. منين؟ ديستر كومبليت تيوب. الغريب بقى والمفاجأة اللي لغاية دلوقتي ملهاش تفسير واضح، ان الكالسيتونين بيتفق مع البارافرمون في التخلص من الفوسفيت. اسمع تاني، الكالسيتونين والبارافرمون عكس بعض تماما في كل ما يتعلق بالكالسيوم، ولكن اتفقوا في حاجة واحدة، اتفقوا على الفوسفيت. اشمعنى؟ قال لك احنا الاثنين هنروح على الفوسفيت وهنمنع امتصاصه من البروكسيمال كونفوليوتد. ايه التفسير اللي بيخلي الكالسيتونين يمنع امتصاص الكالفوسفيت من البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول؟ مش واضح، ولكن ده افكت موجود بالظبط. بس احيانا الكالسيتونين مش هرمون محوري قوي، يعني حاطينه بس عشان الكتاب، انما انت لو الانسان توقف عنده الكالسيتونين اصلا الكالسيوم ما بيتقبضش ولا حاجه، على عكس ما البعض بيتخيل. يبقى الكالسيتونين كلامه سهل قوي، بتشتغل على كام اورجن في الكالسيتونين؟ واحد اسمه بون 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 ست يا لذين ست ام كلثوم بتقول لك ايه؟ فات المعاد، فات المعاد. اسمع دي من اقوى الاغاني، مش هقول كفايه بقى يا عزيز مش اه انا ما استوعبتوش. لا انا مش هقول. طيب المجموعه اللي حطوها في الاول ايه اللي هتقعد الاول؟ ايه؟ انا والله واقف ايه؟ انا زهقت. انا زهقت. هو لو حاجه ثانيه اصلا اخر واحد هيقف مش هيقعد لغايه ما الحصه تخلص. اخر حاجه عن الصحه، يا ترى الفيتامين دي بيعمل ايه؟ عندي امتحان 10 دقايق يا دكتور، لو هتعرف تشرح 10 دقايق. الفيتامين دي انا ممكن اصلا ما اشرحلكيش قواعد فكريه، لان حضراتكم اما تيجوا تتكلموا عن الفيتامين دي لازم تبدا الاول من دول، تبدا من الانتست وهو بيزود
امتصاص الكالسيوم من الانتستين، وتروح عند الكدني هو بيعمل ايه؟ بيزود امتصاص الكالسيوم منين؟ وكمان بيزود امتصاص الفوسفيت من البروكسيمال كونفوليوتد. الله ليه؟ قال لك علشان هو عايز الاثنين عشان بعد كده يبدا يلصمهم مع بعض فين؟ يعني من الاخر يا عبد الرحمن الاثنين المجانين بيلموا الكالسيوم والعاقل هو اللي بيرجع يسحب لك الكالسيوم. كويس. يبقى المجانين بيعملوا ايه في الفوسفيت؟ بيزودوا الاكسكريشن، والعاقل بيعمل ايه؟ بيزود الري ابسوربشن بتاع الفوسفيت. الفوسفيت بنتعامل معاه فين يا علاء؟ في البروكسيمال كونفوليوتد تيوب. وهنا النقطه بقى يا احمد يا مكتب، اذا انا سحبت الكالسيوم من الانتستين، سحبت الكالسيوم من الكدني، الكالسيوم عليهم بنوصله فين؟ في العظمه. طب لو انا ما عرفتش اعلي الكالسيوم يعني لو العيان عنده نقص حاد في الكالسيوم اديله، فانا كفيتامين دي سحبت الكالسيوم من الكدني على قد ما قدرت، وسحبت الكالسيوم من الانتستين على قد ما قدرت، بصيت على الكالسيوم لقيته معليش، اعمل ايه؟ انصبه؟ ابقى مجنون لاني هموت الراجل. ساعتها بس اضطر الفيتامين دي انه يسحب الكالسيوم من ايدي. المرحلة الثانية بيشغل علشان تطلع له الانكلوم 6 اللي بيشغله مين؟ أوستيبلاس. بيروح على الانتستين يزود امتصاص الكالسيوم منين؟ فيتامين دي. باستخدام فيتامين باستخدام مين؟ فيتامين دي. وبيروح على الكدني يزود امتصاص الكالسيوم منين؟ بروكسيمال. ويزود الاكسكريشن اوف فوسفيت، يعني يمنع امتصاصه فين؟ بروكسيمال. بروكسيمال كومبليت تيوبيو. الكالسيتونين مجنون بيقلل الكالسيوم، يبقى هيجي على العظمه يشكل خلايا اسمها اوستيوبلاست. اسمها ايه؟ اوستيوبلاست. علشان ينصب الكالسيوم فين؟ على العظمه. ويروح عند الكدني يعمل ايه؟ قال لك يزود عدم امتصاص الكالسيوم، تمام؟ يمنع امتصاص الكالسيوم، ويمنع كمان امتصاص مين؟ الفوسفين. نيجي بقى الفيتامين دي، فيتامين دي لما يجي يشتغل بيشتغل الاول فين؟ الانتستين، يزود امتصاص الكالسيوم، ويجي يشتغل عند الكدني يزود امتصاص الكالسيوم والفوسفيت. امتصاص مين؟ الكالسيوم والفوسفيت. يبداوا يعلوا في الدم، يعمل بيهم ايه؟ يرسلهم على العظمه. طالما عليوا، طب لو ما عليوش اصلا يا اسلام، تقول لي ما عليوش حتى بعد ما حضرتك امتصيت الكالسيوم من الانتستين والكدني؟ اقول لك اه. تقول لي في الحاله ديت انا عاقل، انا هفكر في حياه الانسان اهم من اني ارسبه على العظمه، يبقى هسحبه كمان من العظمه. تمام؟ دي بتبقى معتمده على ريسبتورز مختلفه، تمام؟ وبعدين معتمده على ان هل البارف هرمون موجود ولا لا؟ يعني وبالك عشان الاسئله، في اسئله لولبيه بلاش اي لازمه. في اسئله ليها قيمه كبيره، ازاي فيتامين دي عنده القدرة انه ينصب الكالسيوم وعنده القدرة برضه انه يسحب الكالسيوم؟ ده بيعتمد على وجود البارف هرمون، تمام؟ يعني احنا هنعرف المرة الجاية ان اول ما الكالسيوم يبدا يعلى ساعتها البارف هرمون ملوش لازمة، فيحصل له حاجة يتقال له ايه؟ شكرا. يتقال له ايه؟ شكرا. فالبارف هرمون يقل، يبقى فيتامين دي شغال لوحده، بيعمل ايه؟ ينصب الكالسيوم. طب لو انا بحاول ارفع الكالسيوم بس الكالسيوم ما زادش، يبقى البارف هرمون هيبقى ايه؟ عالي. ساعتها البارف هرمون معايا، انا وهو نشتغل مع بعض ونسحب الكالسيوم. يبقى الاكشنز بتاعت الفيتامين دي معتمد على وجود مين؟ على وجود البارف. طبعا طبعا من غير ما اقول لك الاكشنز بتاعت او الكالسيوم هوميوستيس سكند لاين اوف ديفنس، الفيرست لاين، كل الكالسيوم هوميوستيس الفيرست والسكند لاين، مش هتشرح طبعا مورفوسيولوجي، ده لازم يتكتب النهارده. واشوفه ان شاء الله يوم الاحد. وداعا. اشوفك بقى ان شاء الله. ثانيه واحده، كلمه نص كلمه، نص كلمه. لا لا هو الفيتامين دي ده النيتشر بتاعته ايه؟ يعني بيشتغل ازاي؟
يمسك في السيبتو فين؟ وبعدين يخش على مين؟ على النيوكليس عشان يزق. يعني هيطلع لك هيصنع بروتين. ادي ادي فيتامين دي بيشتغل في النهاية بانه يصنع بروتين اسمع اسمه كال بايندين دي. كال يعني كالسيوم. بايندين يعني بيمسك بالبروتين اللي بيمسك الكالسيوم اللي بيطلعه فيتامين دي. هو دوت البروتين المسؤول عن امتصاص الكالسيوم في الانتستين وفي الكدني. يلا ايه ده؟ ايه؟ اسمه باشا ايه ده؟ لسه لا الجريش والحاجات دي لسه ولا؟ يا جماعة يا ليت الحكة بتاعت الكالسيوم هوميوستيز ان شاء الله تلات صفحات دول لو الاكشن بتاعت الهرمون حاول تصورها وانت نازل. هنحاول ما نذاكرهاش من الكتاب او نذاكرها من الكتاب بس هنذاكر ثلاث ورقات عشان ثلاث ورقات بس هوضح شويه.